هلا، شلونكم اليوم؟ سويتكم كباب دجاج كلش طيب صار، وسهل كلش، ويعتبر صحي للي يدورون اكل دايت ووجبات صحية. سويت ويا هذا الصوص يجنن، خصوصا المشاوي. واكثر شيء ويا الكباب، خليت نص كيلو صدر دجاج و100 غرام ليه، ضروري تكون ليه، يعني ليه حتى يعني بدون ليه راح يطلع ناشف وما بي اي نكهة. وخليت نص بصل ونص فلفلاية خضر ونص جزراية، وخليت شيبس بالملح والخل. اذا ماكو تقدرون تستغنون عنه بنص ليمونة هي وقشرها، العفو ربع ليمونة هي وقشرها بدون نوى. وخليت ملعقة كوب دبس فليفلة الحلو، هاي اختياري اذا ما عندكم كلش عالي، وملح، بس ملح. ثرمته ناعم وبديت اشكله. سووا الشكل اللي يعجبكم، يعني شلون ما تحبون سووه. تقدرون تشوه بالفرن او على الطباخ بطاوه بدون اي دهن، لان هو الدهن اللي راح ينزل. اني استخدمت الصاجيه او شوايه من ماركه امبليوم، حرارتها كلش سريعه، وهو يعني على السريع استوى عندي. تقدرون تتحكمون بالحراره مالته، تعلون او تنصون، وبيها مجر انه ينزل بيه كل السوائل والزيوت اللي تنزل من الاكل. جربوها كلش طيبة، راح تعجبكم. عوافي.